هل عيسى عليه الصلاة والسلام ورد أنه نبئ قبل سن الأربعين؟ الله أعلم. نعم. وهل ثبت أنه في آخر الزمان إذا نزل أنه يتزوج ويولد له؟ إلى حضرنا وشفنا علمناكم. في واحد سأل أحد التابعين قال له إبليس له ذرية وله زوجة؟ قال ذاك عرس ما حضرناه. نعم. هذه الأسئلة التافهة، الأسئلة التافهة ليش تسألونها؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه أسئلة كثيرة تسأل عن مسألة واحدة وهي إمكانية زواج الإنسي بالجنية أو بالعكس، هل هذا ممكن شرعا؟ شرب دو الجن وتزوج منه شيء ما ننفيه ولا نثبته أنا بي، لكن أنت جرب. نعم. يقول لم أن بعض أهل العلم يقول لم تثبت تسمية ملك الموت بعزرائيل، فهل هذا صحيح؟ نعم نعم، هذا لم يثبت لكن هذا كثر على ألسنة الناس. نعم. وهذا صحيح. ملك الموت يكفي أنه ملك الموت، أنت تبي يقبض روحك ما اسمه عزرائيل ولا ما هو اسمه عزرائيل؟ نعم. وش تبي اسمه هذا؟ نعم. ولا أصبر لما يجيك وتشوف. نعم. ثم يقول حفظك الله، يقول وهل ورد أو يوجد أخبار عن السلف أنه يؤتى إلى الميت فيخبر بأخبار الأحياء وأن ذلك يؤنسه في القبر؟ ما سمعنا بهذا، ما سمعنا بهذا. الميت جيب له الأخبار، جيب الرعد وبعد خلوه عنده شغله، ما أصلح هذا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما معنى يكتوون؟ ها؟ ما معنى يكتوون؟ ما تعرف اللي يكتوون؟ ما تعرف الكي؟ رح لما اللي يكوي وقال ورن وشلون الكي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الإنسان يستمع إلى المسجل وهو يقرأ القارئ فيه آية السجدة فهل يسجد؟ إذا سجد المسجل يسجد. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصدق الكفار في ادعائهم الوصول إلى سطح القمر أم يكون هذا كحكم الإسرائيليات لا يصدق ولا يكذب؟ خلوهم يروحون للقمر، مش يضركم، خلوهم إن استطاعوا يروحوا، لا تردونهم، ليتهم يخلوا لنا الأرض.